المشير خليفة حفتر يستبعد وقف إطلاق النار مع الجماعات الإرهابية. والقطراني يشيد بالبيان الصادر عن لقاء المشير خليفة حفتر والسراج في باريس. وروما تدخل قواتها البحرية إلى ليبيا بناء على طلب سراج. نشرة الأخبار من قناة ليبيا الحدث في بنغازي، أهلا بكم. استبعد القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر وقف إطلاق النار مع الإرهابيين والأعداء متمثلين في تنظيم داعش الإرهابي والقاعدة والحركة المقاتلة وسرايا الدفاع عن بنغازي والمتواجدون من الإخوان المسلمين الإرهابية. الحلول العسكرية لمن هو في درجة العداء مثلا داعش والقاعدة والحركة الإسلامية المقاتلة ويعني من يسموا في أنفسهم بسرايا الدفاع عن بنغازي والمتجددين من الإخوان المسلمين، هؤلاء كلهم في بوتقة واحدة أعداء لا شك في ذلك، هذا لا تفاهم معهم. كيف التعامل معهم؟ تعامل معهم بالسلاح، ما فيش وقف إطلاق نار معهم. لا إطلاق نار مع هذه المجموعات؟ لا إطلاق نار معهم، لا وقف لإطلاق النار معهم، لا وقف إطلاق النار مع فقط الجهات المعتدلة والشباب اللي جنح قليلا وارتكب بعض هذا. لكم اتصالات بهذه المجموعات المعتدلة؟ عندنا اتصالات بها. وهناك تجاوب مع خليفة حفتر؟ نعم. تجاوب معك حتى في الغرب يعني في طرابلس؟ حتى في الغرب وفي الجنوب أيضا؟ الجنوب طبعا، كيف الجنوب الآن تحت مظلة الجيش. وأضاف المشير خليفة حفتر في حوار حصري مع فرانس 24 أن لقاء باريس هو محصلة لكل المبادرات الدولية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، موضحا أن اتفاق الصخيرات إذ لم يتم إضافة الإصلاحات والتعديلات عليه فلن يكون نافعا للشعب الليبي. وطبعا نحن إخوة، التقينا إخوة، افترقنا إخوة، وكل منا سمع كلام الثاني، وهذه أمور قد تسهل علينا. يعني العمل اللي الآن هو محصلة كل الاجتهادات السابقة، يعني كل الناس اللي قدمت مقترحات وقدمت يعني رأيها، والآن هذا كل آراهم مأخوذ بها، يعني ما فيش حاجة أسمع. باريس هي مرحلة تفتح مراحل جديدة مثل ما قال السراج؟ أنا متأكد تماما، لأن الرجل اللي شفته رجل جاد وطموح بالفعل، وأنا أحب هذا النوع من الرجال اللي عندهم تصميم وإصرار لأنهم سيحققوا ما صمموا عليه، وأنا واثق جدا من أن هذا الرجل سيكون في الطرف الصحيح. طيب اتفاق الصخيرات يظل قائما أم بتعديل؟ اتفاق الصخيرات لابد من إصلاحها، إن لم يصلح مبني المجهول فهذا سيكون روح في مكانه إلى الأبد، ولن يفيد أحد. وعن التعديلات التي يجب أن يتضمنها اتفاق الصخيرات أوضح المشير خليفة حفتر أنه يجب أن يتضمن بنودا على توحيد المؤسسات العسكرية والحيوية في ليبيا. والله أول إصلاحات في الأمن وإصلاحات في الجيش وإصلاحات في المؤسسات. أولا يجب توحيد المؤسسات كلها، مؤسسة النفط مثلا ومؤسسة المصرف المركزي مؤسسة الاستثمار، يعني هذه هي المؤسسات الأساسية اللي يجب أنها تكون فيها نوع من التوحيد
لكي تحدد أوجه الصرف على الأقل، لأن بصراحة نحن عندما حررنا البترول وهذا فيه قوة الشعب الليبي فقط، ما عندش أي مصدر آخر يعني بصراحة، يعني كنا نتوقع أن المردود هذا كله ينفق على الشعب الليبي غرب وشرق وجنوب، ولكن للأسف استخدم في أغراض أخرى غريبة الشكل يعني، وهذه الأغراض هو شراء ذمم مجرمين من مالي، من نيجر، من غانا، من غينيا، وتوجيههم نحو منشآت النفط بهدف تخريبها، ولكن الجيش لهم بالمرصاد، فعملوا معنا 6 جولات تقريبا وفشلوا في هذه الجولات كلها، وانقلبوا على ما يعني خلاص ما فيش إطلاقا أي إمكانية أن يكرر هذا مستقبلا. أوضح وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال جلسة محادثات موسعة لنظيره الفرنسي جان إيف لودريان سبل التنسيق بين البلدين فيما يخص الشأن الليبي، بالإضافة لعرض نتائج مباحثاته مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر والسراج في باريس، واتفقا على أهمية دعم المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة لإنجاح الاتفاق الأخير. وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية محمود عفيفي أن الجانبان أعربا خلال اللقاء عن ارتياحهما لمستوى التنسيق القائم بين البلدين فيما يخص الشأن الليبي وتطابق الرؤى تجاه الأولويتين الأساسيتين في المرحلة الحالية، وهما ضرورة استكمال الحل السياسي للأزمة الليبية ومكافحة الإرهاب، كما رحبا بالاتفاق الذي تم توقيعه كخطوة على طريق الحل السياسي. وفي سياق متصل، التقى القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر في باريس مع وزير الخارجية المصري سامح شكري لبحث تطورات الملف الليبي. هذا وأعرب المشير خليفة حفتر عن تقديره لما تبذله مصر من جهود لتفعيل المسار السياسي من خلال الحل السلمي والحوار بين كافة الأطراف الليبية، مؤكدا على خصوصية العلاقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، ومثمنا في هذا الصدد الدور المصري المحوري والرائد في المنطقة ومواقف القيادة السياسية المصرية الداعمة ليس فقط لليبيا ولكن للأمة العربية بأكملها، ومشددا على أن مساندة ودعم مصر لليبيا هي ما مكنتها من الصمود أمام التحديات الجسام التي واجهتها على مختلف الأصعدة. وأشار المتحدث باسم الخارجية المصرية إلى أهمية البنود التي تضمنها البيان المشترك الصادر عن اللقاء، مؤكدا ثقة مصر في أن العمل المشترك سيساعد في التوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتتيح الانتقال إلى مرحلة إعادة بناء الدولة الليبية ومعالجة مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الإرهاب واستعادة الأمن. أشاد نائب رئيس المجلس الرئاسي علي القطراني بالبيان الصادر عن لقاء باريس بين القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج. وأشار النائب علي القطراني إلى أهمية الاعتراف الدولي بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية وبالجيش الوطني الليبي الذي يحارب الإرهاب في ليبيا، واصفا أنها الثمرة الأولى لنتائج ما قامت به القيادة العامة وحصولها على اعتراف دولي من فرنسا. وأكد القطراني على ضرورة التزام السراج بما تم الاتفاق عليه لضمان الحل الأزمة في ليبيا وإنهاء معاناة الشعب الليبي بتنفيذ بنود الاتفاق الذي وقع في باريس. وصف رئيس الوزراء الإيطالي باولو جانتيلوني لقاء القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر والسراج بباريس بالإيجابية، موضحا أن هذا اللقاء سيفتح آفاقا جديدة إيجابية حسب قوله، آملا أن تكون النتائج المترتبة عليه أكبر من تلك التي تم التوصل إليها خلال اللقاء في أبوظبي قبل شهرين.
وأضاف جنتيلوني في كلمة ألقاها بمؤتمر السفراء عقد أمس بمقر وزارة الخارجية أن إيطاليا حاضرة وتابعت وتتابع خطوة بخطوة تطورات الأوضاع في ليبيا، وهي ستبقى في الطليعة في إطار العمل لاستقرار البلاد ولمكافحة الإتجار بالبشر، كما تنظر بأمل إلى مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وفي ذات السياق، أكد الاتحاد الأوروبي أن اتفاق باريس الثلاثي مساهمة مهمة في العمل الرامي لتحقيق المصالحة والحل السياسي في ليبيا، معربا عن أمل بروكسل في أن تعمد جميع الأطراف الليبية للاستفادة من الفرصة المتاحة والعودة لإجراء حوار مكثف وشامل تتبعه التزامات محددة. هذا والتقت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني كانت قد أكدت أنها ناقشت بنود الاتفاق في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير خارجيته جان إيف لودريان. لم يستطع أو رحب سفير المملكة المتحدة في ليبيا بيتر ميلت باتفاق باريس وما نتج عنه من بنود إيجابية، أبرزها وقف إطلاق النار عدا مكافحة الإرهاب. وأضافت ميلت في تغريدة له على تويتر أنه نرحب بالإعلان المشترك في باريس بين القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر والسراج باعتباره داعما لاتفاق الصخيرات، معربا على دعم بلاده لعمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا. لم يستطع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج منذ توقيع اتفاق الصخيرات الوفاء بأي التزام كان قد وعد به المواطن، وتوالت الأزمات دون وجود حلول على أرض الواقع. لم يكن دخول فايز السراج رفقة عدد من أعضائه لطرابلس يوم الأربعاء الموافق 30 من مارس عام 2016 باليوم العادي، وحتى طريقة الدخول كانت على ظهر فرقاطة إيطالية يحميها عدد من الجنود التليان لحمايته من أي اشتباك مسلح قد يحدث. السؤال الذي يطرح نفسه: كيف جاء السراج وما هي آلية الاتفاق عليه؟ السراج جاء عن طريق ما يعرف بالاتفاق السياسي والذي أشرفت عليه بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في مدينة الصخيرات المغربية. تفاجأ الجميع بتنصيبه كرئيس للمجلس بعد إعلان برناردينو ليون عن اسمه رغم عدم تزكيته ولا حتى طرح اسمه لتولي منصب رئاسة الوفاق. الضغوطات الدولية بشأن إقامة حكومة وحدة وطنية أو توافقية ضيقت الخناق على السياسيين المشاركين في حوار الصخيرات بشأن تشكيل الرئاسي وبشكل سريع، وهذا ما جعل حكومة السراج لا تحظى بثقة مجلس النواب الممثل الوحيد والشرعي للشعب الليبي والذي من شأنه التصديق على أي حكومة قادمة. بعد ساعات من وصول السراج للعاصمة سمع إطلاق نار في وقت مبكر من مساء دخول السراج لطرابلس، حيث تم إغلاق العديد من الطرق وعمت حالة من الهلع بحيث كان الناس يحاولون العودة إلى منازلهم، كما تم إغلاق مطار معيتيقا وتوقف حركة الطيران فيه بسبب الاشتباكات في طرابلس، بالإضافة إلى وقف الدراسة والعمل في طرابلس وفي اليوم التالي من وجود السراج بسبب الاشتباكات وتدهور الأمن. لم يكن وجود السراج في العاصمة له أي دلالات على بث الأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين، بل توترت الأوضاع وتناحرت ميليشياته مع الميليشيات الدخيلة. حكومة السراج أو ما تعرف بوفاق طرف دون وفاق الطرف الآخر والتي نصب فيها عدد كبير من الوزراء ورؤساء الهيئات والمصالح بالإضافة إلى السفراء بشكل غير شرعي ويفتقد للأسس الدستورية القانونية المتعارف عليها، مما شتت مؤسسات الدولة بل وأربكت المشهد السياسي والاقتصادي وحتى الاجتماعي. حكومة السراج غير دستورية استلمت جزء بسيط من المؤسسات الحكومية في طرابلس، بينما تسيطر الإنقاذ التي يقودها الغويد على جزء آخر من المؤسسات، ولم تكن هذه المقرات تحت سيطرته بشكل كامل، بل حراسه وحراس الغويد يشتبكون من حين لآخر، كلا يحاول فرض قوته في غياب كامل مؤسسات الجيش والشرطة. لم يأتي سراج بجديد، بل ارتفع في عهده الدولار بعد وفاقه المعلن مع مدير مصرف ليبيا المركزية صديق الكبير الذي عزله مجلس النواب كون المركزي يتبعه بشكل مباشر للسلطات التشريعية.
الأوضاع المعيشية زادت سوء، بل لم تسلم المراكز الصحية العامة من نفاذ الأدوية والخدمات اليومية التي يحتاجها المواطنين في طرابلس بشكل خاص ولا سيما ليبيا. عسكريا، ومنذ تنصيب المدعو البرغثي وزيرا للدفاع في حكومته المرفوضة من قبل الشعب ومجلس النواب، كانت ولا زالت داعمة لكل الكيانات الإرهابية المتطرفة، على رأسها سرايا الدفاع عن بنغازي الإرهابية أنصار الشريعة سابقا، التي دعمت المعارك الإرهابية ضد الجيش الوطني في الموانئ النفطية والجفرة، والتي أثبت تورط وزير دفاعه في دعمه المباشر للمتطرفين بالوثائق والدلائل المؤكدة. فشل السراج في قيادته للمرحلة أثبتت حتى داخل المجلس الرئاسي الذي يقول أنه يقوده، بينما معيتيق سلك مسلكا آخر في اتخاذ قراراته التي تتعارض مع قرارة السراج. ازدواجية المعايير التي ينتهجها السراج أصبحت مكشوفة، ولم تخفى على الجهات الرقابية الشرعية التابعة لمجلس النواب أي قرارات مخالفة للقوانين والتشريعات، ولا حتى الأموال التي صرفت في عهده بشكل غير دستوري. لقناة ليبيا الحدث، حمد حيلي. تضمن مقال نشرته صحيفة إيطالية اتفاقا بين الحكومة الإيطالية ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بشأن تدخل قوات بحرية إيطالية في المياه الليبية بناء على طلب الأخير. نشرت صحيفة كوريري دي لا سيرا الإيطالية واسعة الانتشار والمقربة من الحكومة في روما تقريرا حول طلب رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج المقدم رسميا للسلطات الإيطالية بشأن تدخل قواتها البحرية في المياه الليبية بالتعاون مع حكومته لمكافحة تدفق المهاجرين غير القانونيين. وقالت الصحيفة أن البعثة ستتكون من سفينة حربية كبيرة وما لا يقل عن 5 سفن خفيفة، فرقاطات بحرية وطائرات حربية وأخرى بدون طيار، ستقوم بدوريات في مياه ليبيا، وسيكون من بين مهامها تقديم الدعم لجهاز خفر السواحل الليبي. وأضافت بأن إيطاليا بدأت بالإعداد للمهمة العسكرية بعد تلقيها طلبا رسميا من رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج عبر بريد إلكتروني في 23 يوليو الماضي، وقالت إن الصفقة تمت بإدارة وإشراف رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني ووزير الداخلية ماركو مينيتي. ومن المنتظر أن يصوت مجلس الوزراء الإيطالي على القرار الذي تعده وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي بالتنسيق مع المسؤولين بالحكومة بخصوص إطلاق البعثة على السواحل الليبية وفقا للصحيفة. وأضافت تحاول وزارتي الداخلية والخارجية في روما الحصول على موافقة البرلمان الإيطالي خلال أيام قليلة بحلول عطلة أغسطس، ومن الواضح أن الهدف هو الوصول إلى وقف المهاجرين المغادرين من سواحل ليبيا وإنهاء هيمنة المنظمات غير الحكومية على عمليات الإنقاذ. شهد مقر القوات الخاصة أسفل الجبل بمدينة زنتان حفل تخريج الدفعة 6 من منتسبي جهاز قوة العمليات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة. الحفل شهد عددا من العروض العسكرية لمهارات وقدرات بدنية للخريجين الذين استمرت تدريباتهم لمدة 7 أشهر متواصلة. وينتمي منتسبو هذه الدفعة البالغ عددهم 900 جندي إلى مناطق الشرق والوسط والغرب والجنوب. وكانت القوة أشرفت على تخريج 3 دفعات جديدة، إحداها كانت مطلع السنة الجارية في حفل حضره عدد من القادة العسكريين من بينهم رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء عبد الرازق الناظوري، ودفعتين في نوفمبر وأكتوبر الماضيين. يذكر أن الدفعة 6 من خريجي قوة العمليات الخاصة تعد الأكبر حتى الآن بين الدفعات التي قامت بتدريبها. التقى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الحاكم العسكري درنا بن جواد عبد الرازق الناظوري بمقره بمدينة المرج. التقى بوفد من مناطق الواحات جالو أوجل الكفرة شخرة زل مرادة تازربو. وأوضح المكتب الإعلامي للحاكم العسكري أن الاجتماع تركز حول الوضع الأمني للمنطقة بالكامل ووضع حد لبعض الخروقات الأمنية التي تحدث من حين إلى آخر.
هذا وأكد المجتمعون أن كافة الحقول النفطية الموجودة بالمنطقة هي تحت سلطة الشرعية المتمثلة في مجلس النواب والقوات المسلحة، مطالبين بإمكانية افتتاح مركز تدريب للقوات المسلحة بالمنطقة وإجراء زيارة رسمية للوقوف على كافة الأوضاع هناك. اطلع رئيس الحكومة الليبية المؤقتة ومجلس وزراء الحكومة على أوضاع بلدية الساحل، وذلك خلال اجتماع بمقر الحكومة المؤقتة مع أعضاء مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية الثانية التي تضم بلدية الساحل. وناقش الاجتماع المشاكل التي تعاني منها بلدية الساحل بمنطقة الجبل الأخضر، من بينها الطرق ومشاريع الإسكان المتوقفة منذ العام 2011، إضافة إلى حل إشكالية القطاعات بالبلدية. بحث رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني أوضاع بلدية جردس العبيد مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات وعميد وأعيان ومشائخ البلدية. جاء ذلك خلال اجتماع موسع بمقر الحكومة المؤقتة، والذي نوقش فيه مشاكل الطرق ومشاريع المواصلات المتوقفة في البلدية، خاصة الطرق ذات الطابع الحيوي والهام. قدم ديوان المحاسبة تقريرا مفصلا عن تجاوزات وزارة العدل بالحكومة المؤقتة والتي يتولاها منير عصر، تجاوزات مالية وإدارية قدمها الديوان في تقرير مفصل. ديوان المحاسبة أصدر تقريرا مفصلا يحوي تجاوزات قامت بها وزارة العدل بالحكومة المؤقتة والتي يرأسها منير عصر وزير الاقتصاد بالحكومة المؤقتة. تقرير ديوان المحاسبة والذي جاء مفصلا بأرقام إيرادات ومصروفات وزارة العدل، فضلا عن العديد من الملاحظات المسجلة على الوزارة والتي كان أولها إصدار العديد من التكليفات بعد إتمام التوريد والصيانة بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية ولائحة العقود الإدارية وعدم اتباع الدورة المستندية بطريقة صحيحة. ويسهب تقرير ديوان المحاسبة نقاطه المسجلة على وزارة العدل ليؤكد أن الوزارة حملت ميزانية السنة المالية بمصروفات تخص سنوات سابقة وتحميلها للسنة المالية هو أمر مخالف للمادة 13 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن، فضلا عن صرف مكافآت لغير العاملين بالوزارة من حراسات الوزير بمبالغ تجاوزت 3500 دينار ليبي. لكن ما يلفت الانتباه أكثر في تقرير ديوان المحاسبة هو أن وزارة العدل قامت بالصرف على عدد من الاحتياجات، ولكن الوزارة لم تحل تلك المصروفات للديوان، مما يعد مخالفة للإجراءات المتبعة، حيث عرض تقرير الديوان عينة من تلك المصروفات والتي كان أغربها هي المصروفات على أعمال التصميم والإشراف على مبنى المحكمة الدستورية بطرابلس، وهو أمر يضع الكثير من علامات الاستفهام حول الوزارة. إحدى أهم التعاقدات والتي لم يتم إحالتها من وزارة العدل لديوان المحاسبة كان تعاقد الوزارة على توريد ثلاجات حفظ الجثث بقيمة 4,000,000، وهو تعاقد مهم لم تقم وزارة العدل بتنفيذه حتى الآن رغم الاحتياج الضروري والملح له. إرهاق كاهل الخزانة العامة للدولة هو إحدى الملاحظات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة على وزارة العدل، حيث تعاقدت وزارة العدل على 33 مشروعاً لم يتم البدء في تنفيذها، قيمة هذه المشاريع 349 مليون. وهكذا يقيم ديوان المحاسبة هذه المشاريع بأن الوزارة لم تقم بالدراسة الكافية ولم تحدد أولويات هذه المشاريع، مما يعد مخالفة صريحة لأحكام لائحة العقود الإدارية والنظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات. التقرير الصادر من ديوان المحاسبة العديد من التجاوزات التي قامت بها وزارة العدل برئاسة منير عصر، والتي تضمنت تجاوزات مالية ضخمة وتجاوزات إدارية صريحة ومشاريع لم يتم التخطيط لها أو البدء فيها على أرض الواقع. أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة المؤقتة إغلاقها للقنصلية العامة لجمهورية السودان في الكفرة جنوب شرق البلاد بسبب مساس الموظفين السودانيين بالأمن القومي الليبي
وهو ما يتنافى مع الوضعية التي حددتها الاتفاقيات الدولية لموظفي البعثات الدبلوماسية والقنصليات. وقالت الخارجية الليبية في بيان لها إن الوكيل العام للوزارة سليمان عوض عبد النبي ومدير إدارة الشؤون العربية في الوزارة استدعيا القنصل العام لجمهورية السودان لدى ليبيا وأعلماه بقرار السلطات الليبية قفل القنصلية العامة لجمهورية السودان في مدينة الكفرة ومغادرة القنصل والموظفين الدبلوماسيين الأراضي الليبية في غضون 72 ساعة. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. جامعة بنغازي تمنح جائزة أفضل بحث علمي لعام 2017. أهلا بكم من جديد. أصدرت عائلة جدل الفوارس بيانا تبرأت فيه من الإرهابي محمد جدل والذي كانت قناة ليبيا الحدث قد عرضت عبر برنامج وثائق خاصة اعترافات الإرهابي محمد جدل وقيامه بعديد من الأعمال الإرهابية منها تفجير الثانوية الفنية وتفجير مركز بنغازي الطبي. نحن عائلة جدل قبيلة الفوارس ونحن مجتمعون بمنطقة سيدي خليفة بتاريخ اليوم 24/7/2017. نترحم على أرواح شهداء الكرامة وندعو الله بالشفاء للجرحى والعودة للمفقودين ونبارك للشعب الليبي انتصارات الجيش بتحرير مدينة بنغازي ونؤكد دعمنا ووقوفنا مع القوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير أركان حرب خليفة بن قاسم حفكر كما نؤكد على ميثاق قبيلة الفوارس والذي تم الاتفاق فيه على رفع الغطاء الاجتماعي على كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن ووحدته ووحدة ترابه. حفظ الله ليبيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجرى رئيس صندوق التضامن الاجتماعي زيارة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة ببنغازي وذلك في إطار فتح جسور التواصل ما بين صندوق التضامن وغرفة التجارة والصناعة لتنفيذ عدة مشاريع التي تخدم الأشخاص من ذوي الإعاقة. نحن اليوم نتشرف بزيارة السيد رئيس صندوق التضامن لغرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي وذلك في إطار فتح جسور التواصل والتعاون ما بين صندوق التضامن وغرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي. طبعا صندوق التضامن يعول ويعتني بشريحة واسعة من ذوي الاحتياجات الخاصة طبعا لديه كثير من المشاريع الاستثمارية والمشاريع التي تدعم هذه الشريحة وطبعا نحن اليوم في تواصل وتلاقي ما بين رئيس صندوق التضامن ورجال الأعمال لتنفيذ جملة المشاريع التي تخدم هذه الشريحة. من جانبه قال رئيس صندوق التضامن أحمد بريدان إنهم بصدد إنشاء برج استثماري في مدينة بنغازي مشيرا إلى أن هذه المشاريع تحتاج إلى الدعم اللوجستي من قبل غرفة التجارة والصناعة. طبعا عندنا عدة مواقع مهمة في مدينة بنغازي من بينها موقع يعني في مكان استراتيجي في المدينة إن شاء الله يعني الخطة الموجودة عندنا
حيكون في ان شاء الله برج استثماري في مدينه بنغازي في سيدي حسين، منطقه سيدي حسين. ايضا هناك عده مواقع اخرى سوف يكون فيها مولات ومكانات اخرى تجاريه وصناعيه. هذا الكلام يحتاج منا جميعا متابعه، ليس من باب الاعلام او من باب الدعايه، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى وإرادة الرجال، ولكن هذه الأمور جميعا تحتاج إلى الدعم اللوجستي من غرفة التجارة والصناعة، نظرا لأنها تملك البوع في هذا المجال في الاستثمار ورجال الأعمال. بنغازي مليئة بالكفاءات ومليئة برجال الأعمال الذين لديهم طموح في إعادة إعمار بنغازي والتوسع في الاستثمار. أقيمت اليوم في كلية العلوم الطبية الأساسية بالجامعة الليبية الدولية فعاليات اليوم العلمي الثالث للكلية، حيث تضمنت الفعاليات عرض مشاركات الطلاب بالأبحاث العلمية بالكلية ومسابقة ما بين طلاب السنوات الدراسية، بالإضافة لمعرض الكلية وعرض للملصقات العلمية. نحن اليوم لدينا احتفالية وهي اليوم العلمي لكلية العلوم الطبية الأساسية، وهو اليوم العلمي الثالث حقيقة، وهو اليوم العلمي الأول بعد عودتنا إلى مقرنا الذي تم إعادة إعماره وصيانته بعد أن تم تدميره وسلبه ونهبه. وبحمد الله وبفضل الخيرين جميعا وبتعاون الجميع وتكاثرهم استطعنا أن نعيد بناء هذا المقر ليصبح أيضا صالحا ومعدا إعدادا جيدا للطلاب. في هذا العام بدأنا هذا العام الدراسي بداية جيدة، وهذا اليوم وهو يوم العلم للكلية هو حصيلة لما تم تحصيله علميا من الطلاب خلال هذا العام. اليوم المقيمين نقيمه في احتفالية اليوم العلمي الثالثة بالنسبة للجامعة. في هذه الاحتفالية عندنا مجالات مختلفة، منها البوسترز أو الملصقات العلمية، الساينتيفيك ريبورتس التقارير العلمية، وكذلك السيمينارز أو البرزنتيشنز يعني. طبعا الاحتفالية هذه يشاركوا فيها طلبة، أولياء الأمور طلبة، بإضافة أعضاء هيئة تدريس، الرؤساء أو المسؤولين في الجامعة. ومحوى هذا الاحتفالية هي أن أفضل أو المتميزين في الجامعة. سعيا منها لتحفيز أعضاء هيئة التدريس على نشر بحوثهم في مجالات علمية، الأمر الذي سيعود بالإيجاب على مستوى الجامعة والارتقاء بتصنيفها على المستوى الإقليمي والدولي، منحت جامعة بنغازي جائزة أفضل بحث علمي لأول مرة في تاريخ الجامعات الليبية، حيث أقيمت هذه المناسبة اليوم بإشراف وتنظيم مكتب ضمان الجودة بمدرج سناء محيدلي. تشجيعا للبحث العلمي ودوره في خدمة المجتمع، وتحفيزا للباحثين الأكاديميين للمساهمة في رفع مستوى جامعة بنغازي وتصنيفها الدولي وتحقيق التميز الأكاديمي، أعلنت جامعة بنغازي عن مسابقة أفضل بحث علمي، وأقيمت المناسبة بإشراف وتنظيم مكتب ضمان جودة بمدرج سناء محيدلي حفل توزيع الجائزة الأولى لأفضل بحث علمي لعام 2017. طبعا هو هذه الورقة كتبت في تقريبا 2012 ونشرت في 2013، وكانت تتحدث على يعني العلاقة بين التنمية الاقتصادية والإيرادات النفطية في فترة ما بعد القذافي. يعني نحن توقعنا أن هناك حتكون مؤسسات وتعمل على استخدام الإيرادات النفطية استخدام سليم. اشترك في المنافسة على الجائزة حوالي 100 باحث وباحثة من جامعة بنغازي تقدموا ببحوث منشورة قيمة جدا في أكثر من 15 تخصص علمي، ومنحت الجائزة عن أفضل بحث منشور في ثلاث مجالات: العلوم الإنسانية والتطبيقية والطبية، وتم الإعلان عنها خلال الحفل. تعتبر الأولى للأسف في تاريخ جامعة بنغازي العريقة، يعني عندما نقول جامعة بنغازي أم الجامعات ما يقارب عن 60 عام تأسيس هذه الجامعة،
للأسف يفترض أن كنا نقول اليوم على الأقل جائزة 30 أو 35 لجائزة أفضل باحث علمي، لكن نتيجة لعدم الاهتمام أو نتيجة البيروقراطية اللي كانت موجودة في السابق الله أعلم ما أو عدم الاهتمام بمسألة البحث العلمي هي ما جعلنا اليوم نقول الجائزة الأولى. الحقيقة تم الإعداد لهذه الجائزة منذ العام الماضي وتم تجهيزها وشكلت لجنة بهذا الخصوص واشتغلت ليل ونهار لإعطاء معايير لتقييم هذه الجائزة. طبعا الغرض من هذه الجائزة أصلا هو الارتقاء بتصنيف جامعة بنغازي. كل التصنيفات الدولية ما يقارب عن 7 تصنيفات تأخذ على مسألة البحوث العلمية 30%. للأسف ما فيش اهتمام نحن في الجامعة أو في الجامعات الليبية بشكل عام، ما فيش حوافز، ما فيش دعم للبحث العلمي، بالتالي فكرنا في أن نقيم هذه الجائزة. حيث تسعى الجائزة من خلال إطلاق هذه الجائزة لتحفيز أعضاء هيئات التدريس على نشر بحوثهم في مجالات علمية رصينة ومرموقة في تخصصاتها، الأمر الذي سيعود بالإيجاب على مستوى الجامعة والارتقاء بتصنيفها على المستوى الإقليمي والدولي. أجرى مكتب شؤون الإصحاح البيئي وبالتعاون مع تحريات الحرس البلدي في مدينة بنغازي جولة تفتيشية على أماكن ذبح الدواجن بمنطقة الهواري للوقوف على الوضع الصحي لهذه الأماكن. الجولة تمت بناء على تعليمات عميد بلدية بنغازي عبد الرحمن العبار، حيث تبين وجود مخالفات في أماكن ذبح الدواجن غير مطابقة للمواصفات الصحية، حيث تم إعداد تقارير بخصوص وضعها الصحي والبيئي وإحالتها إلى النيابة العامة. أقيم في منطقة الجميل ملتقى المصالحة بين أبناء المنطقة الواحدة بحضور أعيان وقبائل المنطقة. الملتقى الذي أقيم بمنطقة الضوادة برعاية قبيلة العبابسة، حيث أكدت جميع القبائل بالمدينة على مبادرة التصالح والتسامح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أحيي قبيلة العبابسة التي أتينا إليها تلبية للدعوة للمصالحة فيما بين القبائل في الجميل، فشيء رائع جدا وجميل، وأتمنى من كل القبائل في ليبيا أن تحذو هذا الحذو، ونتمنى من الله العلي القدير أن يوفق الجميع في المصالحة في ليبيا ورق الصدع وعدم إراقة الدماء ورد ليبيا إلى بر الأمان. ولهم الجميع مني كل الشكر والتقدير والاحترام للجميع، وأتمنى لهم التوفيق والنجاح إن شاء الله. نعمل عليه المفروض كل منطقة في ليبيا أن تصالح بعضها، تنسى أعقادها، تشد في دين بعضها، تبني نفسها، تحافظ على كياناتها. هكذا كل منطقة هي تمثل جزء من الوطن اللي هو ليبيا بالكامل. فواجب المشايخ القبائل في كل أنحاء ليبيا أن عملهم الصحيح والدؤوب هو المصالحة واللحمة الوطنية ونسى الخلافات وترك الأمور اللي هي للقضاء يفصل فيها فيما بعد. ختام النشرة هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. المشير خليفة حفتر يستبعد وقف إطلاق النار مع الجماعات الإرهابية. القطراني يشيد بالبيان الصادر عن لقاء المشير خليفة حفتر والسراج في باريس. وروما تدخل قواتها البحرية إلى ليبيا بناء على طلب السراج. ولمزيد من الأخبار تابعوا قناة ليبيا الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، يوتيوب وتليجرام، وبإمكانكم تحميل تطبيق ليبيا الحدث عبر هواتفكم المحمولة. كما يمكنكم متابعة البث الحي والمباشر على موقع القناة الرسمية ليبيا الحدث .tv. شكرا للمتابعة وفي أمان الله.